الحقيقة إن هم لقوني متمكن جداً من لغة الإنجليش، فقرروا يستفيدوا من موهبتي وقدراتي في الفرع الرئيسي بدل ما أنا مدفون في الفرع الصغير في المحلة. ما شاء الله عليك، لسانك بينقط سكر. ميرسي يا طنط. أنا يا جماعة طموحي ملوش حدود، وفعلاً يا جماعة الإنسان من غير طموح ولغات تحديداً يا حماية يسوى إيه؟ لذلك أنا قررت بعد ما أتقنت الإنجليش تماماً اللي أنا حاول أدرس فرنساوي، لأن الفرنساوي هو لغة العصر زي ما أنت عارف يا حسن. غريب قوي عبد المجيد، اوف كورس ده كبير بالقرايه والادب، رغاي قوي والادب العالمي والادب المصري، بس الظاهر كده انه بيقول كلام مهم. قراء للكاتب العظيم الاستاذ طه حسين. لا الاستاذ عباس رعد. لا 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 الاستاذ نجيب محفوظ. مظبوط مظبوط يا عم سعد. انا غريبه انه يبان انه بليد وما عندوش دم، مع انه مهذب جدا، يعني جنتلمان. يعني انا احب ممارسه الملاكمه وركوب الخيل والسباحه. هو مش زي علي وعزيز خالص. فاضل الرمايه يا حبيبي. بصراحه بيضحكني. اقرب فرصه رمايه طبعا انا ان شاء الله هطبق ده مع اولادي واحفادي والعائله، ولذلك احنا لازم يا عم سعد نشجع الاطفال دي دايما على الرياضه. مظبوط. يعني الساحه الشعبيه الميادين